السلام عليكم يا جماعة. هنكمل رد على الأسئلة بتاعتنا. يمكن دكتور أحمد ودكتور محمد عادل سألونا إيه الفرق بين بيك وبايو اتش بي بي وبيكتون. خلينا نبتدي كده يا جماعة، هنوضح الفرق في المايكروستراكتشر بتوين ذم. يمكن كلهم بينتموا لعيلة كبيرة اسمها بولي أرايل إيثر كيتون. It's a high performance polymer, polymeric materials. عندها chemically stable و thermally stable و very interesting للماتيريال زي ان هي المودلس اوف الاستيسيتي والريزيلينس بتاعتها كانت نير للبون، وكانت مينلي الماتيريال زي مينلي البيك كان بتستخدم في اتس بيور فورم، كانت بتستخدم في الميديسن وفي السباينال امبلانتس والاورثوبيدكس. لكن شركه جوفارا انجلاند بدات تستخدم البيك في البيور فورم في الدنتال فيلد، ودي كانت اول ترايل ليهم في استخدامها كدنتال فيلد وفي الامبلانتس والامبلانت بروتاتكس. حصل بعد كده modification للبيك by addition of different fillers عشان تحسن البروبرتيز بتاعتها، وكانت اولهم باي اتش بي بي. يبقى الباي اتش بي بي هو مينلي 80% بيك بولي ايثر ايثر كيتون ومعاه 20% نانو سيراميك فيلرز، معاه سيراميك فيلرز من 0.3 0.5 مايكرون، بحيث ان هي الفيلرز دي بتحسن الهوموجينيتي اوف ذا ماتيريال، بتحسن البولشابيليتي اوف ذا ماتيريال، ليس بلاك اكيوميليشن، والكلر ستابيليتي بتبقى اعلى. وكانت الشركه بريدنت هي كانت اول واحده تطلع الباي اتش بي بي ان فورم اوف بلانكس وبرده ان فورم اوف انجوتس فور البريسنج تكنولوجي. ده فور الباي اتش بي بي وهي وايت بلانك باي ذا واي. لكن الانوفر ماتيريال موجوده هي بيكتون. بيكتون هي برضو موديفيكيشن من البيك اللي هي الاساس اللي هو البولي ايثر ايثر كيتون، عباره عن بيكتون 80% بيك و 20% تايتانيوم دايوكسيد فيلرز. يعني الفيلرز هنا بتبقى تايتانيوم دايوكسيد، وبيكتون هي مينلي بيلونج للساندروس ميلانو ايطالي، دي الكومباني اللي بتعمل لها مانيفاكتشرنج في ايطالي. وانوفر بقى موديفيكيشن برضو للعيله دي هي دنتوكيب برضو من الماتيريالز اللي هي ديريفاتيفز من البيك. ودنتوكيب هي فور ناتشرال تريدنج او انتي تريدنج جيرماني، ودنتوكيب برضو فيها 20% تايتانيوم دايوكسيد فيلرز. يبقى الباي اتش بي بي الفيلرز بتاعته سيراميك فيلرز، لكن البيكتون والدنتوكيب هي تايتانيوم دايوكسيد فيلرز. الفكره في التايتانيوم دايوكسيد فيلرز هنا مش بتدي ري انفورسمنت، هي برضو زي ما قلنا 20% والمايكرون 0.3 5 ما بتعملش reinforcement قد ما هي بتبقى in form of pigments material بتزود rigidity شوية. وبيكتون حتى بيسموها بيكتون ايفري، لونها اوف وايت، وبالنسبه لدنتو كيب بتبقى وايت بلانكس او ممكن تبقى بينك بلانكس. يمكن بقى الانديكيشنز بتاعت الماتيريال زي مين اللي هي كانت ناجحه في الامبلانت بروتاتكس، نتيجه زي ما قلنا ريزيلينس بتاعتها كومباربل مع البون، وعندها تشوينج ريفلكسز بتاعتها يعني ما بتعملش فورسز عاليه على الامبلانت، لايت ان ويت. يمكن بنتكلم كمان بدأوا يدخلوها الناس في الفيكس بروثاتكس في البريدجز ريستورينج ميسينج تيث 1 بونتك او ممكن ماكسيمم 2 بونتك. يمكن احنا اتكلمنا باستفاضه على الماتيريالز دي في ايبيسود 3 و4 و5، واتكلمنا عن مانيفاكتشرنج تكنيك وازاي نعمل لها اديجن والديفرنت انديكيشنز بتاعتها. يعني اللي محتاجين معلومات اكتر على الماتيريالز دي هنريفير لي الايبيسود 3 و4 و5 وهنلاقي فيها معلومات اكتر. لكن حبيت اوضح الفرق مين لي في المايكرو ستراكشر بتوين بيك اللي هي البيور فاميلي والباي اتش بي بي سيراميك فيلرز والبيكتون او دنتو كيب اللي هم فيهم تايتانيوم دايوكسيد فيلرز.